اهلا بيكم في حلقه جديده من تكنو هاب وسلسله حلقات السي تي اف. معانا النهارده روم من تراي هاك مي اسمها مادنس. الروم معموله بستايل بوت تو روت، لكنها برضو تعتبر سي تي اف ستايل، لاننا في الروم دي مش بندور بس على ابلكيشن فرنابيليتي او الثغرات في البرامج والتطبيقات اللي هننطلق منها ونعرف نخترق السيستم، انما هنطبق كمان مهارات سي تي اف مختلفه زي الاستيجنوجرافي وكمان حبه كريبتوجرافي صغيرين. يلا بينا مع مادنس نشوف هنتعامل معاها ازاي وايه ممكن يكون جديد علينا فيها وهنتعلم فيها ايه. اوكي، احنا في روم مادنس، روم من الرومز الظريفه جدا. هنبتدي الاول جوين روم، وعايزين نستارت الماشين. على بال ما نستارت الماشين ممكن نبتدي نحضر التيرمينالز بتاعتنا اللي هنشتغل فيها. هيبقى عندنا تيرمينال عشان السكان وتيرمينال للنوتس في البداية خالص، واحدة نسميها نوتس. بس خلينا نخش جوه اساسا الدايركتري بتاعنا عشان ما يبقاش بره. سيدي دوكيمنتس، وبعد كده تراي هاك مي، ممكن نقول له ام كي دوير ماد نس. اوكي سي دي ادنس، بس احنا كده جوه خلاص. ونفتح تيرمينال تانية، دي ممكن نسميها سكان. احنا مسين الماشين تستارت، وهنا ممكن نانو ادنس وتكست اي حاجة يعني ناخد فيها نوتس. لو عايزين نعمل ديرب او نكتو، واحدة ديرب واحدة دي نكتو، وخلينا نشوف الماشين ستارت. دول الماشين ستارت اهي، تمام. طيب جميل جدا. اول حاجة خالص تعالى كده نجرب بينج سريع على الاي بي بتاع الماشين بي ريبلاي. حلو جدا. راست سكان ماينس ايه والاي بي ادرس، وتعالى نشوف عندي 22 وعندي 80. يبقى يلا بينا ديرب اتش تي تي بي على الاي بي ادرس، وكمان واحدة نشوف دول هيعملوا ايه. وتعالى نشوف الاسكان طلع علينا ايه. طبعا ما طلعش حاجة جديدة لسه. طيب خلينا نبتدي بقى نشوف الماشين دي الاي بي ادريسز فيها ايه. اوكي الماشين بتلود، ده الديفولت اباتشي ويب بيج، بيج سورس. ما عندناش حاجة خالص. اوكي مفيش حاجة واضحة دي هنا، دي شكلها مش طبيعية. خلينا نشوف ايه دي. دي will never find me، فدي شكلها كده حاجة كي في ال سي تي اف يعني. هنت مفيش حاجة، كل ده ما عندناش، ما فيش حاجة. طب ايه بقى دي will never find me ده؟ دي صورة بس مش صورة، ايه القصة؟ طيب تعالى نبتدي نقول له هو كده خلص الاسكان خلاص. اس اس اتش و بوب 3 بوب سوري بورت 80 اتش بي. ممكن لو حابين ان ماب الاي بي ادرس بتاعنا اللي هو كان كام. تعالى نجيب الاي بي ادرس كده، ماينس اس في دي ماينس بي 22 و80. ماشي لو عايزين يعني سيبه يجرب يشوف ايه السيرفيس تايب اللي عليهم. ودرب بيدور ما لقاش حاجه لسه، نكتو لسه بيدور. طب احنا ايه نبتدي الاول بس نشوف الانترستنج لينك دي نحطها عندنا هنا. ولوست اللينك وتعالى نداونلود البيج دي.
تعالى ندور الصفحة دي نشوف فيها ايه. دبليو جيت، ايه الصورة دي؟ طيب فايل، الصورة اللي عندنا اسمها تي اتش ام داتا. طيب كات كده، بس هو ده داتا ما هيش اسكي يعني. تي اتش ام ما فيش حاجة. طب سترينجز تي اتش ام، اديني واحدة مور كده عشان نعرف بس نشوف فيه ايه. 3 بور تي اتش ام، ايه المنظر ده؟ ايه الكلام هنا فيه ايه؟ طب وريني كده هيكس دمب ماينس سي للهيد. بي ان جي، اوكي هو شايفنا بي ان جي. طب احنا ممكن كده نشوف التيل. الله بقى، التيل مطلعها على انها جي بي جي، واحد طلعها بي ان جي وواحد مطلعها جي بي جي. طيب وهو قال انها جي بي جي، ف خلينا نتعامل معاها انها جي بي جي ونشوف هتطلع علينا ايه. عشان نتعامل معاها انها جي بي جي خلينا نشوف السيد جاري كيسلر سيجنتشر اوبسيجن. ونقول دوت بي ان جي بي جي، فالمفروض في ايه؟ خلينا نقول ماشي، الفورمات المفروض اف اف دي 8 او اف اف دي 9. اف اف دي 8 اهو واف اف دي 9، يبقى كل المطلوب مني ان انا اغير الفورمات لاف اف دي 8. بس انا ممكن اعمل حاجه عشان اتاكد كمان ان انا شغال صح، خلينا نجيب بي ان جي فايل على الانترنت. تعالى نقول تيست بي ان جي. ويسيف ايمج از واحطها لي في نفس الدايركتوري بتاعي عشان ما انتوهش من بعض كتير. دوكيمنتس تراي هاب مي مادنس سيف. اوكي وريني بقى كده، انا ممكن اعمل حاجة لطيفة جدا، اقسمها هوريزونتال وهنا هيكس دمب ماينس سي. الفايلز اللي عندي ايه؟ عندي بي ام جي ده هيد، ده المنظر بتاعه. اوكي وادي التيل. اوكي لا انا اعتقد انها هتبقى مش بي ان جي، هتبقى جي بي جي. سوري المفروض اجيب جي بي جي. طيب تعالى جي بي جي، خلينا نجرب جي بي جي اي حاجة. سيف ايمج از برضو ايمج مش سيف. يبقى انا عايز هنا هيد دي الصورة اللي اسمها ايمج. ماشي بدي دي صورة مش طبيعية دي. لا لا مش حلوة بعملها، اديني حاجة عادية خالص. دي بي ان جي بي ان جي برضو يا جدعان. جي بي جي اهي اسمها ايه؟ ويكي تيست سيف. ماشي اوكي. طيب
ده المنظر. وانا عندي لو بصيت في الجزء اللي فوق ده، لو جيت للصورة بتاعتنا، انا ممكن اعمل حاجة تانية الاول اما اروح انها بي ان جي ولا جي بي جي. خليني بص على الهكس دوم كده، مش هكس دوم سوري، اكس تو. الصورة بتاعتي اسمها تي اتش ام، فيها مفيد حاجة مفيدة. هو قال ان هو فايل تايب بي ان جي، بي ان جي وده قال جي بي جي، فمش عارف. بي ان جي ايمج ديت نوت ستارت ويز اي هيدر. طب انا هتعامل عنها بي ان جي ايمج، يبقى انا هقرا الهيدر بتاع البي ان جي ونصدق انها بي ان جي. بس دي فيها داتا اصلا مش مظبوطة، فخلينا نجيب واحدة تانية بي ان جي فاضية زي دي مثلا. ايمج ابلود تيست، ايه الشخبطة دي؟ طيب تعال نشوف تاني جاري كيسلر لو بنتكلم في بي ان جي هيقول لنا ايه. بي ان جي المنظر بتاعها اهو، انا هشتغل على الفورمات دي. اوكي طيب، يبقى ممكن اقفل ده كده، مش عايزه خلاص كولابس. وتعالى لي بقى هكس اديتور للصورة بتاعتي اللي اسمها تي اتش ام، وانا عايز اخليها بالمنظر بتاع جاري السيد جاري ده. فتعالى لي كده هنا اهو، اخليها 8 9 50 4 اي. بعد كده 4 7 0 دي 0 ايه 0 ايه. بعد كده 1 ايه 0 1، مظبوط جدا الكلام ده كله ماشي. ده كده بي ان جي، والمفروض ان التريلر بتاعها بينتهي بالمنظر ده. فانا عايز اروح للتيل بتاعها، بيج داون بيج داون، ادي اخر البيج اهي. وتعالى نقول احنا عايزين التيل يكون شكله ايه، خلي التريلر اهو وانا هطلع فوق. بدي من الاخر خالص، المفروض يبقى دي 2 وهتطلع لي كده 8. اوكي دي 60 ودي 42 بعد كده ايه 44 4 5 و 4 9. عايزين نراجع بس بسرعة، 4 9 4 5 4 4، في حاجة غلط هنا تاني، 4 9 4 5. المفروض تاني اخرها 82 بعد كده 60 بعد كده 42 ايه 44 4 ايه. يمكن نكون 4، نعم الحمد 4 ايه ماشي. بعد كده 4 5 4 9 تاني 4 9 45 4 ايه 44 ايه 42 60 82. طب كنترول سيف، بس انا هسمي دي كده
1 دوت بي ان جي، صح؟ بي ان جي، ونشوف تطلع كده صح ولا غلط. اوكي وريني الدايركتري بتاعنا ده في ايه. documents try hack me madness open directory. المفروض فين بقى وان بتاعتنا دي؟ ما جابتش حاجة، يبقى الطريقة دي غلط. طيب نتعامل معاها على انها جي بي جي بقى. طيب جي بي جي، خلينا نريبيلد الصورة على انها جي بي جي تاني، يبقى هيكس اديتور على نفس الفايل واتعامل معاه ان هو جي بي جي. طيب لو انا عايزه جي بي جي، يبقى المفروض ان انا اكون بتكلم على اف اف دي 8، ده بداية الفايل. هنا اف اف دي 8 ويصفر لي الكلام ده كله. هو ولا واحدة من بي ان جيز دول نفعت؟ دي الوحيدة البي ان جي. طيب اكس ادت او اكس دمب، حتى اكس دمب ماينس سي لي بي ان جي، ادي اولا في جاربج اساسا مش مادية ب جاب شيبت. اهي اهي انا كده صح، انا كنت بنقرا غلط بس كنت مفوت الهيد. طيب تاني بقى كنترول سي، مش هعمل حاجة خالص. كويت without saving yes. وتاني لو سمحت split، split horizontal. انا هنا هقول له اكس edit لل thm.png، وهنا اكس بامب ماينس سي دي كان اسمها ايمج تقريبا، لا مش ايمج، وعايز هيد بس. وريني بقى، وهنظبط الهيد بتاع دي على الهيد بتاع دي. اهو الهيد اهي، مش 8 59، بعد كده 4 اي ماشي، 4 7 صح، 0 دي 0 ايه 1 0 0 0 0 0 3 اصفار. اوكي بعد كده 0 دي الرابعة، بعد كده 4 9 4 8 4 4 5 2، قلبت اي هيدر خلاص اهي كده، المفروض ان انا مظبوط. بعد كده 0 0 0 0 ماشي. خلينا نقفل ده كنترول اكس، وهسميها داش 1 دوت بي ان جي، دي بي ان جي داش 1. اوكي وخلينا نشوف طلع لنا ايه. ما فتحتش برضه. طيب ايه ممكن تاني يكون عندنا غلط في الصورة؟ خلينا نفتح تاني الصورة ونبص عليها ايه ممكن يكون ناقصنا فيها عشان نظبطها. اكس اديتور وريني. الجزء ده مش مظبوط لحد دلوقتي، ف انا مش عارف المفروض 8 59 4 اي 4 7 زيرو دي 0 ايه 1 ايه 0 ايه تاني، وبعد كده 3 0 1. ده المفروض المنظر بتاع الجي بي جي البي ان جي، بس هو تحت خالص التيل بتاعها معمول جي بي جي. فانا هعمل حاجة،
انا هلعب فيها، هخليها تاني على انها هقول لك حاجه، اقفل ده، كنترول اكس او كنترول سي عشان نطلع بريك، وهات لي التانية اللي كنا عاملينها الجي بي جي. هي جي بي جي، ماشي. وتعال نخليها جي بي جي تاني، نجرب كده. دي ايه؟ هي جي بي جي، هنخلي الفورمات بتاعها جي بي جي اي زيرو. وده ممكن نشوفه فين؟ في حاجة جي بي جي عندي كده عاملة لي المنظر ده. بي ان جي، بي ان جي، اديني ويكي كده. اهو، جميل جدا. طيب تعال اف اف دي 8 اف اف اي 1، خلي لي دي اي 1. انا هنقل نفس المنظر هنا. 07 سي 1 4 5 دي كده مظبوطة. 4 5 بعد كده 7 8، 7 8. وهقف على كده دلوقتي ونشوف هتطلع لي ايه. لا هي لسه ما كملتش كده، المفروض اكملها بقى كمان. طلع كلمة اكزف دي كاملة، ف المفروض بعد 7 8 دي احط 6 9، 66، 00، 00. ماشي كده خلاص، انا عملت المنظر ممكن يكون شكله مظبوط. خلينا نجرب كنترول اكس وماشي جي بي جي. ما طلعتش حاجة برضو. طيب الصورة دي ايه؟ الصورة دي عايزين نظبطها. خلينا نسيرش تاني على الانترنت. اهو عندي فورماتس تانية، خلينا نشوف الفورماتس دي. او دول يبقى ممكن افك السبريد ده كده، مش عايزه خلاص. كولابس السبريد وترين تاني تكست اديتور نفس الصورة، ونشوف السيد جاري كيسلر بيقول ايه. تاني اف اف دي 8 اف اف بعد كده اي 0 مش اي 1، اي 0 بعد كده اي حاجة في دي وفي دي، بعد كده 4 اي، بعد كده 4 6، ثم بعد كده 4 9، وتاني 4 6 تانيين. اوكي، وبعد كده 0 0، وهو شايف ان كده كفاية. فخلينا نجرب نقف على، احنا كده جربنا اول فورمات، والفورمات التانية نشوف هتعمل ايه. بس تعالى لا لا انا مش عايز اكزيت، انا عايز كنترول اكس، وهسيب على الاسم. وريني طلعت لي ايه؟ طلعتش حاجة لسه. انا بسيب على جي بي جي، المفروض على جي بي جي. يعني نشوف احنا قايلين ايه. وريني تحت كده اف اف دي 8، بعد كده اف اف تاني اي 0، دي قايل اي حاجة. طيب وده قايل اي حاجة، وده قايل اي حاجة. طيب هو ات سيمز لو انا ماشي بالفورمات دي صح، فانا غالبا ممكن يكون عندي مشكلة في القيم اللي هنا دي. القيم اللي هنا اوريجينالي كانت كام؟ لو جبت الفايل تاني، يعني لو جيت هنا والاكس كده و
THM.JPG نسميها old-THM.JPG، وتن دبليو جيت لنفس اللينك تاني. ماشي، وناخد الأمر بتاع الهكس اديتور تاني ونبتدي فيها من أولها خالص على نظافة. بنج ريجستر عشان احنا لعبنا فيها كتير قوي. اف اف دي 8 اف اف اي 0 دي هسيبها فاضية زي ما هي، مش عارفين دي فيها ايه. بعد كده 4A و 4 6، وبعد كده 4 9 و 4 6 و 0 0. طيب كنترول اكس، المفروض كنترول اكس اكزيت اند سيف. متعملش حاجة لسه، أنا مش عايز دور في حاجة، ما فاضينيش في أي حاجة، مدريتش عشان الزحمة. عندنا ايه تاني؟ نورين دو كده اف اف دي 8 اف اف 0. ده انواعهم بقى. ماشي، احنا قاعدين نلعب مع دي، تعالى كده نجرب نلعب مع دي، نشوف بقى هنغير فيهم ايه. من اول الاي 0 دي، بعد الاي 0 تعال نخليها 0 0، ونخلي دي كمان 0 0 كده. بعد كده هيبقى عندي 4A 4 6 4 9 4 6. طيب تعال نجرب، كنترول اكس بس انتر، طلعت صورة اهي، طلعت صورة. ماشي، جميل جدا، خدت شوية وقت مننا بس شفنا الاستراكشر. هو كان لاعب في الحتة دي فطلع لي عندي حاجة this is hidden. ماشي يا عم، حاضر. يبقى انا كده عندي دايركتوري طلع لي اسمه this is hidden الماشين بتاعتنا هنا. فين ال ماشي this دي واحد مش على متعجب is عندنا. اوكي وريني، فتح لي حاجة جديدة. طيب welcome I have been expecting you to obtain my identity you need to guess my secret. وقال لك secret entered، هي secret entered دي what's wrong this is wrong get out of here. طيب وريني كده السورس كود فيه ايه، which source code. مفيش اي حاجة هنا، it's between 0 to 99 and but I don't think anyone will look here. طيب السيكريت between ده secret enter، المفروض في حاجة بتكتب هنا. طيب تعالى نرجع تاني هنا كده، لو جربنا ان احنا ننتر السيكريت هنعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا نحط بارامتر بقى ونتعامل مع بارامتر. طيب لو قلت له كده ان ال secret بتساوي 1، هو قال 0 ولا قال 1؟ نبتدي بس من اول خالص، نبتدي secret بتساوي 0. secret entered بس wrong secret. المفروض ان احنا بقى نجرب ال 100 احتمال دول
عشان نلاقي السكرت. طيب ممكن نعملها بيرب سوت وممكن نعملها ب كيرل سي ار ال. هبتدي ان انا اقول له خد الفاليو بتاعتنا، يعني تعالى اخدها كده نقول هنا سي ار ال ماينس اس اليو ار ال بتاعي اهو، وابتدي بقى اجرب قيمة قيمة واشوف هيطلع لي ايه. ماشي، فالحل بربسوت. ممكن اعمل بربسوت واعمل بيها انترودر وبتاع، بس هتاخد شويه وقت كتير قوي. فانا جربت ان اكتب لها باش سكريبت، فتعالى كده نانو ونعملها الباش سكريبت. هيكون بمنتهى البساطة ممكن نسميه ايه بقى؟ سكريبت دوت اس اتش. طيب اول حاجة خالص عشان نبقى شغالين بالستاندرد فورمات، سلاش بن سلاش باش، وبعد كده هقول له بقى وايل اف اس تساوي ريد ماينس ار. اوكي ماشي، سكريت اهم حاجه بس ما تلخبطش في السبيلنج، ودو ماشي. وبقول له بعد كده الريسبونس بقى بتاع انا عايز اكولكت الريسبونس بتاع السي ار ال كل مره عشان اعرف اي واحده فيهم هتطلع لي ريسبونس مش بيقول ان هو ايرور زي ما كان بيطلع لي هنا، مش بيقولش ان هو رونج، عايز اشوف الريسبونس اللي ما يقولش رونج. فهطلع لك فاريبل اسميه ريسبونس دلوقتي، ده بتساوي الريزلت بتاعت سي ار ال ماينس اس، واللي احنا عملناه من شويه ده اليو ار ال. بس دلوقتي هشيل بقى سكرت هنا واحط مكانه الفاريبل اللي هسميه سكرت اللي انا جايبه من اللوب بتاعتي. اس سي اس اي سي ار اي تي مظبوط كده، وقفلت ده، اقفل القوس بتاعي. وبعد كده invariable secret، لا سوري عايز response. لا يساوي ال error اللي بيطلع لي، الايرور اللي بيطلع لي اللي هو المفروض يكون ايه. تعال نجيب الايرور من هنا، ماشي. طلعني بقى لو ريسبونس مش هيساوي كده، خلاص انا كده اي جات الكوريكت بتاعي. فهقول له ايكو اي حاجه بقى، ده كوريكت ايكو ده. ماشي، سكرت المفروض اس اي سي ار المفروض كان سبيلنج مظبوط كله. ماشي، وبريك بقى خلاص، وكيب لوبينج بقى لوب جوه الاف لوب. بعد كده دم هو دي ده على ليست. ليست دي انا هقراها من فايل هعمله، انا هعمل دلوقتي كمان بكرانش فايل اكريت فيه الليست دي. فانا هقول له كرانش تول بستخدمها عشان تعمل بقى لستة هتعمل بيها اتريشن. هقول له انا عايز الليستة يكون طولها من واحد لاتنين من حرف لحرفين او من ديجيت تو ديجيت، والدومين بتاعي من الكاركتر 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ولو سمحت اعمل لي حاجة اسمها ليست. فقال لك انا هعمل الليستة دي، بس عملها خلاص. الاس ماينس اي ال عندي ليست فيه 320 كاركتر، ماشي. والمفروض السكريبت بتاعي، اتاكد بس من ان الليست مكتوبة صح، الاي اس تي تمام. طيب يبقى سي اتش مود بلس اكس يا عم، سكريت دوت اس اتش دوت سلاش سكريت، المفروض ده يشتغل. اعطاني ايرور، اعطاني ايرور لاين 3 و4 في حاجة غلط. طيب تعالى نراجع اللي انا كاتبه تاني. لاين 3 و4 ريسبونس، المفروض ريسبونس دي بتساوي ال variable بتاع CRL minus S، وجوه هنا انا ايه الاي بي ادرس، ده ماشي الاي بي ادرس مظبوط، ده الاي بي ادرس الماشين اللي احنا جايبينها، ماشي. و ال variable بتاعي اسمه SEC SEC RET مظبوط، SEC RET دي مظبوطة المفروض. طيب وريني 4 if ال response، هل ال response مكتوب غلط؟ R E S P O N S E مظبوط، نفس السبيلنج لا يساوي ده، ماشي مش مشكلة. الكلام موجود مهم، بس ده خلاص جاي من جوه. then انا مش شايف ايرور في السكريبت، تعال رن تاني كده. اشتغل اشتغل كده اشتغل، ماشي. هو هيجرب بقى الليسته بتاعت الليست كلها ال 99 احتمال، خلينا نستنى عليه لما يخلصهم. المفروض لما هيخلص هيقول لي يعني. ده طلع اي حاجة مفيدة؟ وريني كده، طلعش اي حاجة مفيدة. اوكي طب الاسكان هنا قال لك اوبن اس اتش اوبونتو، ماشي الماشين اوبونتو واباتش 2.4، ده لسه ما خلصش. نكتو لسه بيسكان، ده خلص اهو. قال لك ان ذا كوريكت سيكريت از 37 73، يبقى انا اقدر اخش هنا واقول له 73 7 3، رد عليا يو جت ات رايت بات اي وونت تيل يو هو ام اي. ايه ده؟ ايه الشيء اللي طالع ده؟ ده شكله باسورد، ده شكله بالمنظر ده كده باسورد، بس باسورد ايه؟ والله يعني باللي هو عامله ده يخليني اشك ان دي ممكن يكون فيها حاجه الصوره دي. فتعالى نجرب فيها ستيج هايد، بعد كده المفروض اكستراكت الاول صح، هايد اكستراكت ماينس اس اف، الصورة بتاعتنا اسمها تي اتش ام دوت جي بي جي صح كده، قلنا احنا بنشتغل في ايه؟ جي بي جي صح، ماشي. والله لو جرب الكلام اللي هو حاطه ده از باسورد، يا سلام طلع لي تكست فايل
هيدن دوت تكست. طيب كات هيدن دوت تكست. الله فايند يو فاين يو فاوند باسورد. اوكي هير از يوزر نيم. I didn't say it would make it easy for you. طيب اليوزر نيم ده شكله ده هيبقى اس اس اتش يوزر نيم يعني ممكن. خلي ماشي. طب ده يوزر نيم اس اس اتش. هو المفروض ان الناس في الديسكريبشن بتاع التشالنج في الاول خالص قال لك ان انت مش محتاج تعمل بروت فورس على اس اس اتش، يعني ده معناه ان الباسورد موجوده في حته. طيب بعد تدوير كتير جدا لقينا ان في حاجه هنا برضو، نجيت الايمج برضو. تعالى كده كوبي ايمج ادرس و دبليو جيت الايمج التانية دي ايرور نيم. تعالى سيف الايمج، سيف ايمج از، وموجودة عندي في نفس الفولدر بتاعي اسمها خمسة اي. اوكي طيب السيد خمسة اي ده ستيج هايد برضو خمسة اي. لا ثانية واحدة اكستراكت اس اس اف معيش باس فريز. طلع لي باسورد التكست كات باسورد التكست، طلع لي باسورد جميلة قوي. طيب نقطة مهمة بقى ان اليوزر نيم ده ده مش اليوزر نيم. اليوزر نيم ده بعد بحث وفحص وتمحيص طلع ان هو معمول له روت 13. فممكن نستخدم سايبر شيف. طلع اليوزر نيم جوكر ومعانا الباسورد. فتعالى كده خلينا في تيرمينال تانية دي ما فيها ايه، مش عايزين تيرمينال دي عشان زحمة. نيجي هنا ده لسه ما خلصتش. طب الاسكان دي ما فيهاش حاجة مفيدة. اس اس اتش ماينس ال جوكر السيرفر اي بي اهو. هو الباسورد معانا جبناها من من ده، ادي الباسورد كده. we will get our initial access. yes احنا جبنا الانيشال اكسس بقينا يوزر على الماشين. هو ام اي انا جوكر. طيب بي دبليو دي انا في الهوم دايركتوري بتاعي ال اس ماين اس اي ال. عندي اليوزر دوت تكست كات يوزر دوت تكست. انا كده جت ذا فيرست فلاج. القصه كانت في الاول خالص متعبله حكايه الايمج مانيبيوليشن اللي كان في الاول، بس تو ما ايدينا مشيت فيها خلصنا الصوره الاولانيه قربنا نجيب الفلاج اهو. وعايزين بقى نعمل بريفج اسكليشن، عايزين ننتقل من مرحله ان انا معايا اليوزر فلاج اجيب كمان الروت فلاج. طيب بريفج اسكليشن انا عندي باش هيستوري بس فاضي الحمد لله مفيش اي حاجه، فمفيش حاجه تتقرا فيه. ممكن اجرب اشيل له sudo ماينس ال، بس عايز الباسورد عشان انا اي لوست الباسورد تاني اهي. كوبي سيلكشن ليست كده البريفليج بتاعتي لو سمحت يا استاذ، انا ماليش اس يو دو على الماشين دي. طيب الخطوه الثانيه تعالى نقول له كرون تاب ماينس ال، ماليش كرون جوب على الماشين. طب تعالى كات كده سلاش اي تي سي سلاش باس دبليو دي وهات لي التيل، بس عايز اعرف مين اليوزرز الموجودين على الماشين. ما عنديش غير اليوزر بتاعي بس هو اللي موجود. طيب ايه ايه الحل؟ الحل احنا عايزين نعمل ايه؟
تعالى بقى ندور على حاجه ليا عليها بيرميشن، اي حاجه اقدر ارنها بالروت بيرميشن. فمن الطرق اللطيفه جدا فايند من الروت، عايز الاقي اي فايل بيرميشن ليا صلاحيه عليه. فهقول له بقى انا عايز دلوقتي تايب اف وبيرم ماينس بيرم ماينس 4000، واي ايرور عشان هيطلع لي ايرور كتير بالميشن دينايد، او دي على ديف سلاش نال عشان ما اشوفهاش تروح في البلاك هول، وابتدي اشوف ايه اللي انا ممكن يكون عندي. ايوه في حاجات كتيره جدا معموله باس بيرميشن. ايه بقى معمول باس بيرميشن؟ تعال مين من اول فين اهو الماشين والاكسباير. لا هلحق اخلص باذن الله. طيب عندنا اوبن اس اتش اس اس كي جين مش تعمل لي حاجه. طيب في اي دي سكرين 4.5، مين سكرين 4.5 دي كانت مريبه جدا، وعندي سكرين 0.5 دوت اولد. اوكي 14 minutes enough. انا كده سكرين 0.5. بص اول ما تحط سكرين 0.5 على طول 4.5 يطلع لك اكسبلويت وفولنربيلتي وحاجات كتيره جدا. فتعالى نبص على اكسبلويتس في هنا ده وفي جيت هاب. بريفج اسكليشن ده راجل مباشر جدا وبيتكلم في اللي احنا عايزينه. فاكسبلويت دي بي عندنا فيها، وريني كده ايه السورس كود اللي موجود. ده باتش سكريبت اوكي. طيب تعالى ناخد الباتش سكريبت ده كده ونيجي هنا ممكن نقول له نانو اكسبلويت دوت اس اتش كنترول في كنترول اكس يس و اس اس اي ال الفايل موجود. عايز بقى ايه سي اتش مود بلس اكس اكسبلويت دوت سلاش اكسبلويت دوت اس اتش اوكي هيشتغل مش اوبا خدت روت اكسس اهو. القصه دي تول ليها نون اكسبلويت موجوده وممكن نقرا عنها في الجيت هاب هنا الشرح بتاع الموضوع وازاي تجين اكسس عليها والسبب بتاعها كله. في هنلاقي شرح ليها. فبمنتهى البساطة كده خلاص انا روت وماي انا روت. جميل جدا. يبقى كات سلاش روت سلاش روت دوت تكست غالبا هيكون اسمه كده، وادي الروت دوت تكست فلاج وي جات ات وخلصت الماشين. ما هياش صعبة خالص، الماشين لطيفة وسهلة وجميلة، ولكن كان فيها الميزة أو اللعبة بتاعت الحتة اللي في الأول خالص بتاعت السيجنوجرافي اللي كان موجود في الأول، ويمكن كان فيه التراك اللي كانت ممكن تاخد معانا شوية وقت كتير بتاعت الكريبتو بتاعت اليوزر نيم اللي معمول له روت 13، فكانت ممكن تاخد منها شوية وقت. أتمنى الماشين تكون مفيدة بالنسبة لنا ونكون اتعلمنا منها حاجات جديدة، ونلتقي مع سي تي اف تشالنجز بأشكال مختلفة ونقدر نتعلم منها حاجات مفيدة بالنسبة لنا. شكرا واشوفكم مرة تانية بإذن الله.